ضيف اليوم بيصيرنا استقبل دكتور حسين خليل. اهلا وسهلا فيك دكتور حسين بو خليل. ليه عيطت لك اليوم دخلك حسين خليل؟ اهلا وسهلا فيك. حضرتك جراح تجميل وترميم ومدرب عالمي معتمد بالتجميل، وهيدا موضوع كمان هيك عبيتنا نحكي عنه اليوم شو اهميته بس بسياق حلقتنا. حبيت اليوم ضوي على موضوع اهميه الانزيمات باستعمالات تجميلية. كتير بنسمع عن الموضوع، أول شيء بنفكر أنه الأنزيم يعني هو كيف بده يستعمل بالتجميل. خلينا نضوي على الأنزيم بحد ذاته شو هو. أول شيء بونجور، أهلا وسهلا. الأنزيمات هي كانت مستعملة بالتجميل للتصحيح فقط، يعني في عنا مادة هي الهايليز اللي هي كنا نكسر فيها الفيلر، ندوب فيها الفيلر. هذا المواد هي موجودة بجسمنا بحالة طبيعية جدا، لأنه جسمنا بواسطة الأنزيمات بغير تشكيلات معينة بأنسجة معينة. البداية كانت مثل ما اتفقنا الهياليز استخدموه كأنتي دوت، يعني اليوم أنت حطيت فيلر بمكان غلط، بمكان الكمية غلط، عمل كومبليكيشن، بدنا حل. شو الحل؟ أنه ندوب هذا الفيلر. شو اللي بدوبه؟ الهياليز. من هون بلشنا نمشي شوي شوي بالأنزيمات، انتقلنا لمادة اسمها الكولاجينيز. الكولاجينيز هي حسب اسمها بدها تكسر الكولاجين. فبيجي حدا بيسألك انه كيف يعني انا بدي كولاجين، انت جاي تكسر لي الكولاجين بهيدي المنطقة اللي انا بدي فيها كولاجين لبين احلى؟ اكيد، لانه نحن ان كان السكار او ان كان الترهل او ان كان السيلوليت او ان كان كل هذه الاشياء، الكولاجين موجود بس بطريقه عشوائيه، بطريقه غلط، بتركيب غلط. وقت انا بقدر كسره عم بعطي فرصه لاقدر رمم من جديد. او جمعه بركي دكتور حسين. نحن بنكسر الكولاجين، بصير هذا المواد اللي عم نكسرها بتصير هي عباره عن مواد اوليه بلس الانتاج الجديد تبع الكولاجين بيكون عنده فرصه انه يرجع ينتشر من جديد. المادة الثالثة هن ثلاث مواد اللي هن هلا الموجودين، واللي هي سرعة لأنه هي اللايبيز. اللايبيز هي المادة اللي بتذوب الشحم، الدهون. نعم. فالدهن اليوم نحن كنا دائما نعالجه بواسطة المواد اللي هي الديوكسيكوليك أسيد أو الفوسفاتيديل كولين، اللي هن مواد ديترجنت. ديترجنت يعني مثل ما كنا نشوف إذا حدا حقنا له للدبل شن او شيء، نشوف انه المواد شوي اجريسيف وفي لها ليميت، منيحه بتعطي نتيجه بس ممنوع نكون قراب من السكن، ممنوع نكون قراب من العضله، ممنوع نكون قراب من الانسجه، ممنوع ممنوع. اليوم الفرق انه الانزيمز هي مواد طبيعيه وصديقه للانسجه، فاذا انا بحط لايبيز اذا لقي المواد الدهنية، إذا لقى الكتل الدهنية بدوبها، وإذا لقى شيء ثاني ما بيشتغل، ما بيعمل شيء. صح، يعني ما بيشتغل، ما له مضاعف، هو بيعمل شرينكينج للكتل الدهنية. فمن هون أهمية الانزيمز، في نتيجة وفي سيفتي. حلو، كثير مهم الموضوع، وبس بمحلات معينة دكتور حسين بتستعملوهم يعني لحالات محددة. في ناس بتقول أنا بدي أعمل، بدي أحط انزيم، مش هيك بتصير القصص؟ لا هن ما يعني الانزيم دواء بالنهايه، حتى لو لاسباب تجميليه هيدا علاج. صح، بدنا نشخص. يعني امبارح كنا قاعدين نحن ودكتورز وكان الموضوع انه اليوم المشكل بالطب التجميلي بشكل عام انه عم ننسى انه نحن بالاساس اطباء، والطبيب بيشخص. صح، وبيعالج. مش ترند، يعني مش الانزيم ترند، ما بناخذ عن الرف، ما بنشتري عن الرف. نحن منعالج على حسب كيف منشخص. كرمال هيك بيجي حدا بيقول لك والله حسين ابو خليل طف شوي، ما بيسمع. حسين ابو خليل بيسمع بس ما في ياخذ اوامر بتطبيق العلاج، لانه هو المسؤول عنه حتى لو عم تحطيه بوجهك. اليوم انا هيدا الانزيمز اذا انا بعرف انك ما حتستفيدي وصاحبتك استفادت، انا اللي بخبرك. فما معناها اذا هي استفادت يعني انت حتستفيدي، لانه كل حدا عنده مشكله معينه بدها حل معين. صح، هلا بدها علاج معين. بالانزيمز، بالانزيمز الموضوع كثير دقيق، لانه بده معرفه. اليوم نحن اخذوا الابروفل هن كلاين، كميديكال لاين، مش من زمان، من سنه. هن كانوا يستعملوه بطريقه الميزويات، يعني يستعمل الانزيمز بس ولا مره كان عم ينحقن. اليوم صار عم ينحقن بمناطق معينه مثل الجولز، مثل الدبل تشن، حتى بالسكارز عم نستعمله للسيلوليت، وهذا موضوع كثير كبير.
عم نستعمله لتدويب الدهون بمطارح صغيره، اكيد ما حنجي لحدا بده لايبوساكشن. صحيح، ونشككم مثل ما عم بصير اليوم خبريات غريبه عجيبه 100%. ما هيدي الاسئله يعني سالتك بيقولوا ترند، جربت علاج الانزيم؟ يعني هيدي الفكره انه في ترند وماشي. دكتور حسين ابو خليل يلي بيجول يعني تنقدر نعمل معك مقابله، بدنا ناخذ موعد من قبل بجمعتين ثلاثه، لانه كل اسبوع عندك سفره تدريبيه بمكان ما بالعالم. اول شيء خبر لي هيك سريعا قبل ما اشوف هالفيديو، شو اهميه هالنوع من التدريبات؟ تجتمعوا بتبادل خبرات من جنسيات مختلفه، ما بعرف من باك جراوند مختلف، شو الاضافه للطبيب يضل يتمرن ويمرن؟ انا بصراحه بتفاجئ كيف في طبيب ممكن ما يكون من اولوياته السنويه يكون عنده مؤتمر او مؤتمرين او ثلاثه. بتفاجأ لما بشوف طبيب بيروح على مؤتمر وصار بيكون اهتمامه انه يشوف شو في بالمعرض برا وما بيحضر الكلام، لانه مثل ما بنقول دائما اليوم انت فيك تصحح نفسك، فيك تشوف بخبرتك، بس قديه خبرتك انت مقارنة بألف طبيب عم يجتمعوا بنفس المحل كل سنة، او ب 300 طبيب او ب 400 طبيب. اثنين، في شيء ما بتنتبهوا له يمكن بهذا الموضوع وانا بلشت انتبه له مؤخر، اللي هو الكالتشرز. انا بدرب بافريقيا، بيوروب، باسيا، برجع على لبنان، بروح على الخليج، بطلع على مصر، بطلع على تونس، الجزائر، برجع بطلع على هنغاريا، على رومانيا، برجع بطلع على السويد. اللي بتتعلمه منه بس متعلق بالمواد وبكيفيه استخدامها، بتغير يعني بتوسع الاوريزون تبعك، بصير في عندك الكالتشرز والخليط هيدا بين الطلبات اللي بيطلبها البيشنت بمنطقه معينه وبمنطقه ثانيه، بصير تاخذ افكار جديده. اليوم متعلق بخبرتك، متعلق بمعرفه الصح من الغلط، ومتعلق كمان بانه يصير عندك فيجن اوسع واحسن. وفي شيء دائما، انا ترينر بس انا بتعلم من الكل. انت وعم تدرب بتتدرب. انا المطرح الوحيد اللي ما فيني ولا مره اقول لحدا ما تحكي هو التريننج، لانه كل حدا عم يحكي منهم هذا اكسبرت حتى لو جاي يحضر تريننج. فهذا ممكن يخبرنا شيء كثير مهم. فكرمال هيك بقول التريننج هو المكان الصحيح لانت تكون عن جد اب تو ديت. حلو، كثير مهم اللي عم بتقوله دكتور، لانه هيدا تبادل الخبرات وتطور الخبرات ما بيصير الا بالميدان مثل ما بنقول، وانتم ميدانكم هو هالورش العمل يلي بتصير، فكيف اذا كنت انت المدرب بهالبيئات المختلفه؟ رح نشوف فيديو، نحن عم نشوف هلا كنا بعض الصور بيفور وافتر لبوتوكس فيلر، شفنا كمان الدبل تشين مزدوج هون عم نشوف هذا بواسطه الابر كمان الانزيمات، حاولنا نبلش نستعملهم على الايباكس اللي هي منطقه كثير حساسه. صح، ومثل ما عم تشوفي كمان في نتائج. صح، كانت قبل تنحقن فيلر او ما بعرف شو يصير الوجه، كنا نعمل كاموفلاج نخبيها بواسطه الفيلر، هلا صرنا عم نحاول نصغر هذا الكتله الدهنيه. هيدي كمان بالانزيم اللي عم نشوفها كمان بالانزيمات. كتير حلو كيف تحديد هال حتى الرقبة، كتير حلو. في عنا الكومبايننج، يعني ثلاث أنواع أنزيمات، شغلة كتير مهمة. بس برجع بقول لك أنا كجراح أنا كتير مبسوط بنقطتين بالسكارز، لأنه مثل ما بتعرفي عدو الجراح هو دائما السكار الندبة. صح، فمن عادة كنا نستخدم الكورتيكويد الكورتيزون لهذا المواضيع، وبتعرفي المشاكل كتير كبيرة مع الكورتيزون. صح، اليوم صار في عندك شيء سيف تستخدمه بهيدي الجلدة بطريقة منظمة، تحقن الكولاجينيز بالسكار وتوصل لأنك تخفف هيدا السماكة تبع السكار. شيء مهم، وبعدنا انتبه بعدنا ما أخذنا راحتنا. يعني بعدنا حذرين لأنه بعده البرودكت أخذ الموافقة بوزارة الصحة وبمنظمة الصحة الأوروبية وبهذه المطارح، فنحن بعدنا شوي ما أخذنا راحتنا بالوقت. يعني أنا بتصور بعد في شيء كثير نفرجيه بالأنزيمات. صح، خلينا نشوف لو سمحتوا الفيديو للمدرب دكتور حسين ابو خليل يلي كنا عم نحكي عن اهميه هالموضوع. دكتور رح شوف الفيديو، ما بعرف اذا فينا نعلق عليه او لا، فيه صوت، خلينا نشوفه بنحكي من بعده.
دكتور حسين ابو خلي ما بعرف انا كنت عم جرب عد هالمحطات هن بسنه واحده 45 فوق ال 45 ما بنوقف ما بتوقف يعني على طول سفر تدريبي قديه يعني مهم مثلا بين كل تدريب وتدريب ترجع عمليه تقنيات تجميليه قديه هالشيء شغف لك تا ما تتعب هي مثل ما بقول هيك ركبنا على الموجه يعني مثل اللي عم السيرفينج بصير صعب تنزل انا يعني بتطلع انه هيدا الصح هيدا انا يعني طلعت وماشي الطريق فاوقات متعب بتقول لازم ريح شوي بعدين بيطلع لك تليفون بيقول لك في تريننج بالمكان الفلاني بتحسبها لا شو بدي اعمل انا يعني اذا ما رحت لا بروح فبتكمل بهذه الطريقه كثير مهم دكتور حسين ابو خليل هالشيء هذا بيطمن يعني بال اي حدا عنده خبره مثلك وعنده هالتدريبات ومثل ما قلت يعني هالخبرات يلي بتتراكم بتطور الطبيب بتخليه يعرف يستعمل الجراحه والتقنيات كلنا ثقه شكرا دكتور حسين ابو خليل على هالاطلاله بنشوفك بمرات مقبله ان الله يرضى